محمود منور المهرجان النهارده، عايزين نقول لك مبروك على التكريم في همسه النهارده، وعايزينك بقى تقول لنا عن الخطه الجايه في السينما بتاعتك. انا عارفه ان انت في فيلمين وعايزين نعرف التفاصيل. ميرسي يا استاذه جحاب، والله انا ببسط لما بشوفك الاول. ربنا يخليك. مهرجان همسه هو مهرجان عزيز عليا خالص، لانه اول جايزه خدتها في التمثيل كانت مهرجان همسه عن ظل الرئيس. النهارده برضو جايزه عزيزه خالص لانها عن بطلوع روح. بطلوع روح انا عمل اتشرفت ان انا شاركت فيه باختيار استاذه كامله ابو ذكري ليا. ده كان يعني كان 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 حاجه انا فرحت بيها، لانه انا بقالي سنتين مش بعمل مسلسلات، مركز في السينما مع الافلام، بحب الافلام اكتر من المسلسلات. ولكن رجعتني كامله ابو ذكري للمسلسلات تاني وخدت جايزه، فانا بهديها الجايزه دي. التعامل مع استاذه كامله ابو ذكري كان عامل ازاي؟ بس انا واستاذه كامله احنا عشره كبيره خالص من اول المشوار، من ايام معهد سينما، وكنا بنتدرب سوا في فيلم مع استاذ نادر جلال اسمه 131 اشغال، ده زمن بعيد خالص، واشتغلت معاها 1-0، وكان ممكن نعمل مع بعض يوم للستات، لكن انا كانت ظروفي ما سمحتش. فده تالت تعاون ليا مع استاذه كامله، وانا دايما بتشرف بكامله وبشغلها. وكامله لو قالت لي تعالى اعمل شوت انا هروح اعمله، لانه هيبقى فريد. فانا فخور بطلوع روح، فخور بكامله ابو ذكري فعلا. من خلال منصه دار الهلال انا بحب اشكرها واهدي لها الجائزه دي، لانها هي اول جائزه لبطلوع روح، فهي تليق بكامله ابو ذكري. طيب احنا عارفين ان انت بتعمل فيلمين المفروض طالع فيهم ضيف شرف، والمفروض ان انت ان شاء الله مكرر عرضهم قريب. قريب ان شاء الله. احنا بقى عن الفيلمين. بس 5 محي الدين ابو العز هو البطوله الاولى لاحمد فتحي، ومعاه مصطفى ابو سريع وهجر الشرنوبي ونور قادري، وفي بقى ضيوف شرف كتير، في هشام ماجد وفي محمد جمعه وفي محمود فارس، وطبعا اخراج استاذ شادي علي، كاتب الفيلم محمد يونس، هو زميل طبعا ممثل بس دي تجربته الاولى في الكتابه، وانيس بوجيري وهو كاتب افلام سينمائيه، هو ليبي عايش في مصر، فنان ليبي عايش في مصر، ومحمد عبد الخالق برضه زميل ممثل. فانا التجربه بالنسبه لي مختلفه جدا، وكانها تجربتي، لانه زملائي واصحابي اللي كاتبين الفيلم، فانا حبيت ان اشارك معاهم واكون يعني نوع من انواع الدعم لبعضينا. هم رشحوني في الفيلم وانا قبلت، فتجربه يا رب ان شاء الله. وبرضه مبسوط ان انا بشارك مع احمد فتحي في اول تجربه ليه كبطل. تمام. طيب في تجربه ثانيه بقى مع استاذ سامح حسين، عايزينك تكلمنا عنها. اللعبة عملوها العيال مع سامح حسين اخراج استاذ هاني حمدي. هو فيلم كوميدي رائع لانه الابطال اطفال، انا بحب تجارب الاطفال قوي، وقعدت كتير قوي على بال ما قدرت اعمل تجربه للاطفال في كرتون كان من سنتين. والفيلم ده كان بالنسبه لي فرصه كبيره خالص، انه الابطال اطفال وكوميدي، وسامح انا بحبه، واحنا برضه صحاب من المسرح زمان، بس اول مره نشتغل مع بعض، فكانت تجربه حلوه، يا رب ان شاء الله يعني تبقى ناجحه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب عايزين نعرف بقى الخطه بتاعتك في الدراما في الفتره اللي جايه ايه؟ خلصت مسلسل اسمه الغراب مع شيري عادل واستاذ جهاد سعد، استاذنا الكبير جهاد سعد ممثل سوري لبناني، ومعانا هشام الشاذلي، ومعانا رشا شربتلي تونسيه، واخراج استاذ محمد هاني. تجربه التصوير وامتى؟ امبارح. امبارح؟ حصري جدا حقيقي. هم ممكن يزعق عن الاعمال الطويله بتاعتك خالص يعني، هو احنا عشان خلصنا امبارح ف يعني حبيت، هم قالوا لي يبقى اول يوم الاربعاء على ما نقول، بس انا قلت بدري قبل ما يتزع هيبقى على يوم الاربعاء. لا هو لسه هو بصي بعمل شخصيه اسمه فريد، هي الاول مره بتتعمل في السينما والدراما العربيه. تمام. ما اتعملتش النوع ده من الشخصيات الدراميه، ما اتعملش قبل كده. دراما مثلا؟ خلينا نشوف
لانه مش هينفع. بس هو لاول مره في الدراما والسينما العربيه في تاريخ اللي هو 130 سنه مختلف في دورك انت شخصيا. المختلف ان الشخصيه دي بتتقدم على الشاشه لاول مره في تاريخنا الفني. فده انت كده ما جسدتهاش قبل كده؟ لا جديده، جديده عليا، جديده على السينما، على المسلسلات، على المسرح، على كل انواع الفنون اللي عندنا لاول مره بتتقدم الشخصيه دي. مش هنشوف بقى قريب على المسرح؟ هضاج الهلال. اوكي، انا بعمل بروفات مسرحيه جديده ان شاء الله في مسرح الشباب، يا رب ان شاء الله. يعني اعتقد هنطلع المخرج اسم هو اسمه المسرحية، اسمها المسرحية، تأليف أستاذ متولي حامد، إخراج أستاذ أيمن مصطفى، معانا فريق كبير من الأبطال. معانا دكتور علاء، معانا أبطال كتير أغلبهم شباب، ومراهنين على نص الأبطال من طلبة من الأكاديمية. فيعني تجربة مختلفة لأنه مسرح شباب. سامح بسيوني مقدم لنا كل الدعم، شكرا ليه سامح، فنان كبير ومخرج شاطر. اعتقد في اكتوبر ان شاء الله. في اكتوبر ان شاء الله. ميرسي ليك جدا يا استاذ محمود، نورتنا. ميرسي يا استاذ رحاب، ومبروك تاني للتكريم. الله يحفظك.